What's up guys, this is Sam here again. عاملين ايه يا شباب اصدقائي الاعزاء؟ يعني انا اسف ان انا اتاخرت في الفيديو دوت، لاني في الحقيقه كنت مشغول الفتره اللي فاتت وكنت وعدت ان انا هعمله في اقرب وقت ممكن، فانا اسف ان انا اتاخرت. في ناس كتير كانت مستنيه، بس كده كده السفاره قافله فمفيش فرصه ان حد يدخل السفاره، فانا ما عطلتش حد يعني. ولكن جت الفرصه دلوقتي ان انا اعمل الفيديو. للاسف الفيديوهات بتاخد وقت، مش في التسجيل لكن بتاخد وقت في الايديتنج. بحب ان انا لما بعمل فيديو بحب ان انا اشطب كل حاجه ملهاش لازمه، مش هتفيد المستمع بحاجه او المشاهد بحاجه، علشان كده هتضيع وقته بس. فانا كنت بحب ان انا الغيها واحط ميوزك والكلام ده كله، لكن انا قررت ان انا مش هعمل كده علشان اوفر على نفسي الوقت ده كله. حابب ان انا اعمل فيديو من غير ما اعمل ايديتنج خالص. عارف ان هو هيبقى ممل شويه، مش قوي يعني. هحاول ان انا بقدر الامكان ما اقولش كلام ملوش لازمه، ولكن في النهاية الفيديو اللي معمول له اديتنج طبعا بيكون اجمل او احسن بكتير. ولكن هحاول المرة دي ان انا اعمله من غير اديتنج، واتمنى انه يطلع بالنتيجة بنفس النتيجة او يمكن كمان احسن كمان. الفيديو دوت عن السفارة الامريكية او الاسئلة اللي بتتسأل في السفارة الامريكية. طبعا انا الاسئلة اللي معايا صديق عزيز ليا هو اللي ادهم لي قبل ما ادخل السفارة، والحمد لله كانوا بفايدة كبيرة جدا جدا جدا، مش موجودين في كل مكان. فأنا بشكره إن هو اداني الحاجة ديت قبل عدد السفارة يمكن بشهر ولا حاجة. وكمان في أسئلة تانية أنا ضفتها من عندي بس مرتبطة بنفس الأسئلة، ولكن الإجابات هي اللي مختلفة. أنا مش بقول اكدب أو أحسن الناس تفهمني غلط، أنا مش بقول حور أو اكدب أو قول أي كلام في الهواء، لا. الأسئلة الهدف منها إنك تعمل تكون تبقى جاهز تدخل المقابلة وأنت جاهز، ما يبقاش عندك توتر، او حتى لو انت متوتر لكن الاسئله بتكون جاهزه، بتكون اسرع في الرد، بيدي انطباع ان انت شخص جاهز وفاهم وعارف انت رايح فين، خصوصا ان انت مسافر امريكا. يعني فرصه ما حدش يعني واحد في المليون بي 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 او واحد في الالف يعني بياخد الفرصه ديت، ف مش كل الناس عندها الفرصه دي، فمعناها ان انت معاك فرصه حلوه فلازم تستغلها كويس، فبالتالي بتكون مخطط ليها كويس. ففكره ان انت داخل السفاره رغم ان هو مقابله ممكن تبقى 3 دقائق 5 دقائق يعني انت وحظك بقى، او حسب الاسئله او حسب الابلكيشن بتاعك بيكون عامل ازاي، فطبعا لازم تكون جاهز كويس جدا ومخطط، وفي الثلاث دقايق دي تدي انطباع عنك ان انت شخص فعلا جاهز ورايح وعارف انت رايح فين، وهتصرف فلوس كتيره فطبيعي ان انت تبقى عارف كويس قوي الفلوس دي رايحه فين. وبالتالي الاسئله بتخص الموضوع ده. الاسئله ما فيهاش فيزياء، ما فيش فزلكه، مش لوغاريتمات، الاسئله سهله جدا وحاجات تخص كل المعلومات اللي هي تخصهم هم، وكمان معلومات عن البرنامج اللي انت مسافر له سواء انت مسافر سياحة او دراسة. انا هتكلم دلوقتي عن السفر للدراسة او عن المقابلة بتاع الدراسة اللي هي غالبا هتكون بالانجليش، فلان انت رايح تسافر، الا لو انت رايح تسافر لو انت رايح تدرس حاجة لو انت رايح تدرس انجليش فطبيعي انها ممكن ما تكونش بالانجليش، ولكن بيبقى عندك مينيمم يعني حد ادنى من الانجليزي اللي هو دي الاسئله دي يعتبر الحد الادنى. مش بيسالك في حاجه يعني مش بيقولك اتكلم عن نفسك او الكلام ده كله، لا هو بيسالك في اسئله المفروض ان انت تبقى عارف معناها بالانجليزي على الاقل، ان انت رايح تدرس انجليزي فمعناها ان انت مستوى متقدم. فالاسئله دي تخص الدراسه وهتكون في كلام كتير بالانجليزي، بالانجليش هحاول بقدر الامكان ان انا اترجمه، ولكن ما وعدكش ان انا هقول كل حاجه لان طبعا الكلام بياخد بعضه ومش هقدر ان انا اترجم كل حاجة، لكن هحاول بقدر الامكان عشان ما اطولش عليكم في المقدمات. اول سؤال طبعا قبل ما اقول الاسئلة بتبقى عبارة عن حاجتين، جزء معلوماتي بيشوفك انت المعلومات اللي انت كاتبها في الابليكيشن بتاع السفارة اللي هو قبل السفارة، في ابليكيشن بتملاه للسفارة بيشوفوه الابليكيشن ده، انت ممكن تطبعه وتديهم يبقى معاك نسخة منه تقدر ان انت تعرف المعلومات اللي انت كاتبها. يعني ممكن في حاجات بتبقى مختلفة شوية عن الواقع، مفردات مرتب مش عارف ايه، فانت لازم تبقى عارف المعلومات اللي انت كاتبها كويس جدا علشان ما تغلطش، لان الغلطة ممكن تكون نتيجتها ان انت تترفض في السفارة. فمن فضلك راجع الابليكيشن كويس وذاكر الاسئلة دي كأنها مذاكرة عادية، كأنك رايح تمتحن عادي جدا، مش عيب ولا فيها اي مشكلة خالص، علشان تبقى جاهز. وحتى لو انت مش قادر تفكر في الكلام، لو انت متوتر ولا حاجة، الرد يكون جاهز، تكون عودت لسانك عليه. برضو حاول ان انت تستمع للمعاني او للنطق بتاع الاسئلة بالانجليزي من حد بيتكلم انجليزي زي الكونسول، حد امريكاني اصلي، بحيث ان انت تبقى سهل عليك انك تفهم السؤال من اول مرة.
ولو ما فهمتش السؤال عادي جدا خالص ممكن تقول له، ممكن تعيد الكلام ده، ممكن can you repeat that please I didn't hear you well، انا ما سمعتكش كويس، can you repeat that again please، or ممكن تقول excuse me او I'm sorry I didn't hear that. ففي كذا معنى ان انت تقول له رد، ممكن تعيد الكلام ده. فهو بيسألك الجزء الاولاني عن الابليكيشن والمعلومات اللي انت كاتبها في الابليكيشن، الجزء الثاني بيسألك عن حاجات، عاوز يعرف انت بتفكر ازاي، هل انت رايح فعلا للحاجة اللي انت رايح لها ديت، ولا انت راجل عايز فيزا وخلاص باي طريقة فانت عامل الحوار ده كله. فهو عايز يتأكد من كده، فبيسألك بعض الاسئلة اللي يتأكد، اللي ممكن يتأكد منها. هو طبعا مش هيسألك كل الاسئلة اللي انا هقولها، هم ممكن يسألك سؤالين ثلاثة اربعة خمسة، زي ما انا اتسألت 5 اسئلة فقط، وبعد كده يقول لك مبروك انت اخدت الفيزا، ويقول لك استنى استنى الباسبور بتاعك في ارامكس والكلام ده. اول سؤال هيقول لك may I know your name please، ممكن اعرف اسمك من فضلك، طبعا هتقول له اسمك يعني my name is Samuel my name is Samuel my last name is whatever يعني كامل مثلا، لو انا اسمي Samuel كامل ف my name is Samuel كامل. what is the purpose of your visit today، ايه الهدف من الزيارة بتاعتك النهاردة. هتقول له انا عاوز فيزا I need a visa to go to study in the United States، انا عاوز فيزا عشان ادرس، اروح ادرس في الولايات المتحدة. او لو انت رايح لهدف تاني ممكن تقول له I'm visiting the United States to attend a conference in or about something، يعني لو انت رايح تحضر مؤتمر تقول له انا رايح احضر مؤتمر عن كذا، عن هندسة، عن التكنولوجيا، عن العربيات، عن الطب، عن الكلام ده. فده الفيزيت، ال purpose of the visit today. which university are you graduated from، ايه ال او ما اعرفش صيغه السؤال صح ولا لا، يعني are you graduated او have you graduated from، انت اتخرجت من جامعه ايه. هتقول له طبعا الجامعه اللي انت اتخرجت منها، سواء جامعه عين شمس، القاهره، اسكندريه، او لو انت ما اتخرجتش من جامعه هتقول له I didn't graduate from any university I have a vocational school I have a high school and عندي انا معايا ثانويه I have a college or whatever يعني المدرسه اللي انت اتخرجت منها. لكن لو انت اتخرجت من جامعه تقول له I have graduated from المنيا يونيفرستي، جامعة المنيا، from أسيوط يونيفرستي، from عين شمس يونيفرستي، ألكسندريا يونيفرستي إلى آخره. what were you studying at your university، what was your major or field of study، كنت بتدرس إيه في الجامعة، وكانت إيه التركيز بتاعك في الدراسة، يعني إيه التخصص بتاعك كان إيه. I was studying medicine and my major was about let's say يعني medicine، وماي ميجر يعني التركيز بتاعي او التخصص بتاعي كان مثلا يعني الجهاز الهضمي مثلا digestion system or whatever يعني. او لو انت خريج هندسه I was studying mechanical engineering and my major was power mechanical power and energy، كان تخصصي هو الطاقه، القوى الميكانيكيه والطاقه. فده معنى السؤال يعني. what was your GPA score، الجي بي اي سكور زي ما انتوا عارفين بيبقى تحويله من، احنا عندنا نسبه مئويه percentage وهم عندهم الجي بي اي، فهم السكيل بتاعهم من 4 دي الجي بي اي، فهم عندهم بيقول لك 3 من 4 جي بي اي، 2.8 من 10، انا الجي بي اي بتاعي 2.82 من 100، في ناس الجي بي اي بتاعها عالي 3.5 3.4 من 10 3.9 من 10 whatever يعني، بس 3 من 10 وانت طالع بيبقى الجي بي اي ده معناه ان هو كويس. ولكن انت ممكن تقول له بكل بساطه I have a percent I had a percentage of كذا، يعني مش لازم تقول له جي بي اي بتاعك، يعني الموضوع فليكسبل خالص، يعني الموضوع مش انت رايح وهتجاوب اسئله ثابته ملهاش غير معنى واحد او اجابه واحده، لا يعني زي ما انت فري، يعني انت مثلا ما عندكش جي بي اي قول له انا ما عنديش we don't have this the GPA skill we have another skill which is the percentage skill. فهتقول له مثلا my percentage was 75% او 70% or 65% او اي حاجة يعني، هتقول له النسبة المئوية بتاعتك. which university are you applying to، ايه الجامعة اللي انت مقدم ليها، which university are you applying to، I am applying to USC or Cal State University or Princeton University or Harvard University، الجامعة اللي انت رايح تقدم لها، او Pepperdine University، في جامعات كتيرة جدا طبعا، I am applying to كذا يعني، أو I'm going to study in كذا، أو أنا رايح أدرس في جامعة كذا. What will be your major، إيه هيكون تخصصك، أنت رايح تدرس إيه باختصار. لو أنت رايح تدرس ماجستير هتقول له أنا رايح أدرس master degree in mechanical engineering and my major will be in كذا. excuse me أنا آسف. هتقول له الميجر بتاعك ايه، لو انت رايح تدرس كمبيوتر ساينس هقول له راح my major would be in computer science I'm going to study electrical engineering and my major would be in power electronics مثلا، هدرس هندسة كهربية
والتخصص بتاعي هيبقى كهرباء الطاقة، او يعني يعني الباور الكترونيكس او الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالباور اللي هي القوة يعني. Why did you choose this major؟ ليه اخترت التخصص ده؟ دي من الأسئلة اللي هو عايز يعرف انت فعلا رايح تدرس ولا لا، ليه اخترت التخصص ده؟ ودي على فكرة بيسألوها في الجامعة مش بس في السفارة يعني. ليه اخترت التخصص ده؟ طبعا احنا احيانا ناس كتير بتختاره خلاص بدون مبرر، لكن لو انت حابب الدراسة، لو انت عايز تدرس لهدف معين، هيكون إجابة السؤال بسيطة جدا بالنسبة لك. هناخد مثلا مثال الكمبيوتر ساينس، انت رايح تدرس ليه كمبيوتر ساينس؟ هندسة الحاسبات او هندسة الكمبيوتر. لان انا هتقول له مثلا، طبعا انت هتجاوب اجابتك، بس انا هقترح اجابه ان انا I love programming or coding and I have a lot of experience in programming and when I was young I learned how to code and it was easy for me so I found myself like I need to study more and be to concentrate my studies on computer science. Or you can say I like it or I love computer science, I love working with using the computer. يعني تقول الإجابة اللي أنت عندك اللي هو أنا بحب الكمبيوتر ساينس، أنا من وأنا صغري بتعلم برمجة ومش عارف إيه الحاجات دي يعني، اللي هي إجابتك يعني. هيقول لك مثلا أنت شايف how is it going to benefit you in the future، أنت شايف إن هو هيفيدك إزاي في المستقبل. How is it going to benefit you in the future؟ Okay, in the United States if I have the opportunity to study in the United States I will have the experience needed for to start my company or to start a startup company. Or you can say I will have the opportunity to work in multinational companies. يعني بمعنى صح ان انت رايح تدرس علشان هتاخد فرصه وتاخد خبره كافيه انك تشتغل في شركه دوليه مالتي ناشونال او انك تبدا شركتك الخاصه. ف I need this experience. I need the United States is known as number one country in the world in technology. أمريكا معروفة إنها نمبر 1 في التكنولوجيا، في الشركات، شركات كتيرة جدا بدأت في أمريكا، فأنا عاوز أخد خبرة في المجال دوت، وده هيفيدني جدا إن أنا أبدأ شركتي الخاصة بيا أو ممكن أشتغل في شركة دولية. Where is your university located؟ الجامعة بتاعتك فين؟ طبعا أنت رايح تدرس، عارف مكانك وعارف هتقعد فين وعارف كل حاجة، يعني أنت مش رايح تدرس فخلاص أنا رايح أدرس، لا أنت عارف تفاصيل الدراسة بتاعتك بتفاصيل كمان السكن، تفاصيل الأكل والشرب، مصاريفك هتبقى كام؟ سكن هيبقى بكام؟ هتسكن في الجامعة ولا تسكن بره؟ كل دي انت بتبقى مرتب لها قبل ما تروح السفارة. فشيء طبيعي جدا انك ممكن يسألك السؤال ده، Where is university located؟ جامعتك فين؟ فطبعا تبقى عارف. ممكن تقول له الولاية، في جامعة في ولاية كاليفورنيا، ممكن تقول له او ممكن يسألك فين بالظبط في ولاية كاليفورنيا. طبعا الافضل ان انت تجاوب اجابة دقيقة تأدي الغرض، يعني مثلا تقول له في لوس انجلوس، في مثلا سان فرانسيسكو او في سان دييجو، يعني هتقول المكان اللي الجامعة بتاعتك فيه. Did you try applying at another universities? What are their names? هل انت جربت تقدم في جامعات تانية واسمائها ايه؟ ممكن يعني ممكن السؤال يبقى مقسوم نصين مش ورا بعضي. فهل انت قدمت في جامعات تانية؟ No, I didn't apply. I just applied for the USC and they approved me or they accepted me or they approved my application. So هتقول ان انا ما قدمتش في جامعات تانية. لو انت ما قدمتش، لو انت قدمت yes I applied for different universities but the UCLA was the first university to approve my application so I made a progress with them. انا قدمت في جامعات تانية بس ال UCLA او ال University of California Los Angeles هم اول جامعة قبلت الابليكيشن بتاعي، علشان كده انا كملت معاهم. Did you consider okay why did you choose this university on others؟ ليه اخترت الجامعة دي يعني دونا عن الجامعات التانية؟ Why did you choose the university on others? Because the University of Los Angeles is located in Los Angeles, California. يعني هتقول مثلا say ان انا بقول الجامعة اللي مثال هنا جامعة ولاية كاليفورنيا اللي هي UCLA، اسم دي جامعة اختصار الجامعة UCLA University of California Los Angeles. هتقول ليه انت مقدم في الجامعة دي او ليه اخترت الجامعة دي بالذات؟ هتقول له مثلا هي موجودة عشان موجودة في لوس انجلوس، ولوس انجلوس مدينة كبيرة وفيها معالم كتيرة جدا والحياة فيها ممتعة وفي حاجات كتير ممكن ازورها وسهل ان انا اقضي الويك اند او الاجازة او اجازة الاسبوع في اماكن كتيرة سهلة، فمش هبقى مضطر ان انا ادور على اماكن اتفسح فيها او الكلام ده كله. او ممكن تقول في شركات كتيرة جدا، لو انت مثلا في وادي السيليكون في شركات كتيرة جدا شغالة هناك وسهل ان انا اخد internship او منحة، يعني منحة تدريبية في شركة من الشركات ديت، وده هيكون شيء حلو جدا يعني. هتقول الاسباب اللي انت
اخترت الجامعة دي بسببها. ممكن كمان تقول إن الجامعة دي من الجامعة المصاريف الدراسة بتاعتها مناسبة ليا، يعني مصاريف الدراسة بالنسبة لي affordable أو ممكن أدفعها، مصاريف السكن في المكان ده مش غالية، مصاريف المواصلات سهلة، مش هحتاج إن أنا أشتري عربية، يعني زي ما أنت عارف اللي هي الأسباب الكتيرة دي. هقول لك مثلا، did you consider studying in the UK or Canada or other countries؟ هل أنت فكرت تدرس في بريطانيا أو في كندا مثلا؟ أو هل أنت فكرت تدرس في أي دولة تانية؟ حسب ما أنت فكرت ولا لأ، لو أنت عندك معلومات أنت أو لو أنت فعلا عملت كده تقول له آه أنا دورت إن أنا أدرس في جامعات في بلاد تانية أو في دول تانية، لكن أمريكا كانت أفضل وان أو رقم واحد في الاختيار بالنسبة لي، لأن مستوى التعليم عالي، أو يعني ممكن تقول أي حاجة. Why made you choose USA instead of other؟ ليه اخترت أمريكا دونا عن الدول التانية؟ طبعا نفس الإجابة بتاع السؤال اللي فات، لأن أمريكا رقم واحد في التعليم، في فرصة إن أنا أخد تدريب في شركات تانية، أنا عاوز أتعلم إنجليش، أمريكان إنجليش مثلا، أمريكا في مجتمع عربي هناك فهيساعدوني إن أنا أخد سكن أو الدنيا هتبقى سهلة بالنسبة لي، أمريكا في diversity، في تنوع في الناس اللي عايشة في أمريكا. والأسباب طبعا أنت ممكن تبقى تدور على إجابات تانية مقنعة تكون مناسبة ليك أكتر أو لحالتك أكتر يعني. Where is your university located؟ ده سؤال متكرر. Does it offer accommodation or housing؟ هل الجامعة بتاعتك بتقدم مصاريف، بتقدم سكن أو يعني ملحق سكن وملحقاته يعني؟ هتقول يس وان هو حسب الجامعة بتاعتك بتقدم، ممكن تكون بتقدم بس أنا لقيت إن أنا ممكن آخد سكن بره وأجيب الأكل بتاعي من الماركت وأعمله مخصوص، فده هيكون أرخص بالنسبة لي أو هيكون أكتر يعني more affordable for me يعني. Yes, they offer accommodation and housing, but it's more expensive than housing outside the university. So I chose to stay in outside the university and prepare my food by myself وأجهز أكلي بنفسي، which is gonna be more affordable for me. هو هيكون أقل تكلفة بالنسبة لي. لو طبعا الجامعة ما بتقدمش سكن هتقول له ما بتقدمش سكن. How long is your study program؟ مدة البرنامج الدراسي بتاعك قد ايه؟ 4 years, 2 years, 3 years. Where will you be living؟ هتعيش فين؟ I will be living، لو انت خدت سكن تبع الجامعة، I will be living in the university, in the housing, the university housing. أو لو انت هتسكن بره، I will be staying with Airbnb مثلا، ده application اسمه Airbnb، بتقدر تحجز بيه سكن من بلدك وتدفع الفلوس وتيجي تسكن. هتقول مثلا انا ممكن اول شهر اقعد في اير بي ام بي وبعد كده هدور على سكن هناك، لو ما لقيتش هكمل في سكن اير بي ام بي وكله بيبقى ارخص من الجامعه لو انت عايز تقول كده يعني. How much does the housing cost؟ تكلفه السكن هتكلف كام؟ The university offers housing for $1,000 per month. But if I stay in the outside or outside the university, I would be paying about $600 or $800. يعني الجامعة بتدي سكن بحوالي $1,000 في الشهر، لكن لو سكنت بره هوفر حوالي $200 وهدفع حوالي $600 أو $800. How much are your tuition fees؟ كام مصاريف الدراسة بتاعتك كام؟ طبعا انت عارف مصاريف الدراسة، ولكن في مصاريف الدراسة اللي بتبقى مكتوبة على الموقع اللي سيبك منها، الـ I-20 اللي هي الجامعة هتبعتها لك، اللي هي الورقة بتاع الجامعة اللي هتبعتها لك، هتكون مكتوب فيها الرقم الأخير، الرقم النهائي، اللي هو الرقم النهائي اللي أنت هتدفعه فعلا. هتكون طبعا هتقول له per semester أو per year، يعني في السمستر أو في الترم أو في السنة حسب الجامعة بتاعتك، أو per unit، فلكن ممكن تقول له البرنامج الدراسي كله لحد ما أخلص هيكلف مثلا say $40,000 $40,000 or $50,000او $100,000، يعني حسب البرنامج بتاعك هيكلف كام. وممكن تقول له المصاريف بير سيمستر، يعني المصاريف لكل سيمستر، السيمستر السنه الدراسيه مقسومه 4 سيمستر، واحد في الربيع وواحد في الصيف والخريف والشتاء، فانت هتقول له ممكن تقول له المصاريف الدراسيه لكل سيمستر $5,000 or $4,000 بير سيمستر. Who is your contact person؟ مين الشخص الكونتاكت بيرسون اللي انت بتتكلم معاه هناك في الجامعة؟ contact person، مين الشخص اللي انت بتتكلم معاه؟ هتقول له طبعا اسم الشخص اللي انت بتتكلم عليه، لانه بيبقى مكتوب في الاي 20 مين الشخص اللي انت اتكلمت معاه، فاخد بالك من الحتة دي، لازم تبقى عارف اسمه كويس، و يعني مش لازم تبقى عارف تفاصيل كتير عنه، لكن تكون عارف هو شغال ايه في الجامعة، مثلا student advisor or course advisor or whatever يعني، او اي حاجة.
فانت تقول له اسم الشخص مثلا براندن هاثرون او اي حاجه. How did you find out about this university؟ ازاي عرفت ازاي الجامعه دي؟ اوكي I was searching، يعني كنت بدور على جامعه في كاليفورنيا، فلقيت اخترت شفت ايه افضل الجامعات، ترتيب الافضل مثلا في موقع اسمه يو اس نيوز بيعمل رانكينج او ترتيب للجامعات في امريكا، فانت ممكن تقول له ان انا دخلت على الموقع دوت وعرفت ان دي من افضل الجامعات في المجال اللي انت رايح تدرس فيه، فقدمت معاهم وكويس، ويعني luckily يعني ومن حظي ان انا ان هم قبلوني، فانا مبسوط بكده. Do you have any relatives or friends abroad؟ هل انت عندك اقارب او اصدقاء خارج مصر او خارج البلد اللي انت فيها؟ abroad يعني خارج بلدك. لو انت عندك طبعا هتقول، يعني في ناس صحابي بيدرسوا في بريطانيا في المانيا في السويد في اي حتة او في امريكا، او relatives طبعا ممكن تقول له انا يا خالي في حتة فلانية، عمي اخويا ابويا امي الكلام ده، هتقول له طبعا يعني الاجابة بتاع السؤال. Do you have a job in Egypt؟ هل عندك وظيفة في مصر؟ لو انت شغال هتقول له شغال I am working as an mechanical engineer or as a production engineer، مهندس انتاج او مهندس ميكانيكا، او لو انت دكتور هتقول له انا شغال دكتور I am a medicine doctor and او medical doctor، او يعني شغلتك يعني او teacher او lawyer او اي حاجة. What is your job؟ هتقول له الوظيفة بتاعتك. Where do you work؟ بتشتغل فين؟ I work in Cairo، I work in بورسعيد، او انا I work in هرجيرة، او يعني شرم الشيخ او اي حاجة. Do you have a job؟ Okay. Where is your job located؟ طبعا where do you work؟ فين الوظيفة بتاعتك دي موجودة فين؟ بس كده في طبعا أسئلة تانية في ده الجزء الأولاني من الأسئلة. الجزء التاني بيتكلم عن How long have you been working there؟ كمالة الأسئلة عن الشغل طبعا دي حتة مهمة جدا، ودي من ضمن الأسئلة اللي بيحاول يعرف منها مصداقيتك بالظبط، يشوفك أنت فعلا شخص صادق ولا لأ. فهيسألك عن شغلك، بيقول لك How long have you been working there؟ شغال بقالك قد إيه؟ وده بيبقى مكتوب في الأبلكيشن برضه. فأنت هتقول له أنا شغال قد إيه؟ بقالي قد إيه شغال؟ 7 شهور، 8 شهور، 20 سنة، 30 سنة. How many employees are working in your company؟ عدد الموظفين في الشركة بتاعتك 50 60، يعني estimation، يعني تقدير كده، مش لازم الرقم يكون بالظبط. يعني how much is your salary؟ مرتبك كام؟ وده برضو مكتوب في الابليكيشن، هتكتبه في الابليكيشن، فخد بالك من الحتة دي. مرتبك كام؟ 7 8 9 10 آلاف جنيه. do you have any income sources؟ how much annually؟ هل عندك مصادر دخل تانية وقد ايه في السنة؟ لو انت عندك مصادر دخل، عندك شركة او عندك وظيفة تانية، أو بتشتغل عندك بيزنس، أو بتشتغل فريلانسر على الإنترنت فور فري، بتعمل بتقدم خدمات، أو لو أنت يعني أي مصدر دخل تاني بتقوله، وبتقول له بتاخد كام في السنة، لأن هو النظام هنا في أمريكا الحساب المرتبات بيبقى سنوي، بيحسبوا للناس مرتباتهم على أساس سنوي. يعني أنا بيقول لك إيه، طول واحد بتقبض كام في السنة، بتقبض كام بيبقى في السنة مش في الشهر، لأن هو طبعا بيقبض بالشهر بس بتتحسب على أساس السنة، هي كده معرفش ليه يعني، بس هي كده. فهو بيقول لك انوالي على هذا الاساس، بتاخد كام في السنه؟ مش لازم تقول في السنه، ممكن تقول انا باخد في الشهر كذا، يعني مش لازم يعني الاجابه تكون دقيقه بالظبط. Who's sponsoring or funding your trip؟ مين اللي مسؤول او مين اللي هيصرف عليك؟ هل انت بتدفع من جيبك، ولا في منحه، ولا في ابوك، ولا في شركه هي اللي مسفرك علشان تدرس الى اخره؟ يعني هتقول له مين اللي مسفرك بالظبط. لو انت مثلا على سبيل المثال، لو الاجابه ان انت اللي بتدفع من جيبك، I am paying out of pocket، يعني أنا بدفع من جيبي. I am paying out of pocket، or you can say it's my own money. I'm paying my own money، أو I'm funding myself، يعني أنا اللي بدي فلوس لنفسي. Who are they to you؟ لو في حد بيدعمك أو بيدي لك فلوس هيسفرك، بتقول بيقرب لك إيه، أو علاقتك بيهم إيه؟ خالك، عمك، ابوك، اخوك الكبير مثلا، او اختك، او الشركه اللي انت شغال فيها، او لو في منحه متقدمه من شخص مثلا زي منحه ساويرس، بتقول له I have a scholarship with Sawiris organization and
I don't have any relationship with them. يعني ما عنديش أي علاقة بيهم يعني. What do they work? شغالين إيه? What is their job or what they do? طبعا لو منحة فمش مش السؤال مش محتاج إجابة, لكن لو شركة أو لو في حد تاني مكتوب في الورق إن هو اللي هيدعمك لازم تقول له الشخص ده شغال إيه أو الشركة دي بتعمل إيه. How much they make? بيعملوا قد إيه في السنة؟ ودي سؤال يعني سؤال مش يعني برضو من الهدف بتاعه ان هو يعرف دماغك شغالة ولا لأ وفعلا انت صادق ولا لأ. هيقول لك هما بيعملوا قد ايه في السنة. ليه بقى؟ لان انت لو بتدفع, لو واحد بياخد سي في السنة 100,000 جنيه, بيعمل 100,000 وانت هتصرف حوالي يعني 100,000 في السنة, فهيصرف عليك ازاي؟ مش منطقي صح؟ فهو عايز يتأكد ان الشخص اللي بيصرف عليك يكون دخله كبير طبعا, او لو هي شركة طبعا فمش محتاج انه يكون دخله كبير, دي شركة كبيرة. Do you have enough money to cover your stay in the United States? هل معاك فلوس تكفي مدة الزيارة بتاعتك للولايات المتحدة؟ طبعا ايوه, انت مسافر عشان تدرس فاكيد معاك الفلوس اللي انت هتكفيك علشان تدرس. Yes I have, لو معاك bank account هتقول له ان انا معايا bank account. Yes I have enough money to cover my stay in the US and I have a bank statement, معايا كشف حساب من البنك. That shows أو بتثبت أو بتظهر my income or يعني دخلي أو my funding amount or my account balance أو بتثبت دخل أو يعني رصيدي في البنك. Have you ever been to the States before? Have you ever been to the States before? هل أنت رحت أمريكا قبل كده؟ لو رحت هتقول له yes I visited the US او انا رحت امريكا. لو انت ما رحتش هتقول له no I have not been to the US before, انا ما رحتش امريكا قبل كده. What would you like to see there? نفسك تشوف ايه في امريكا؟ انا رايح ادرس, بس لو جت فرصه ان انا ازور اي مكان, لو عندي وقت ان انا ازور اي مكان طبعا هتقول له انت عايز تزور ايه. في معالم كتيره في امريكا فطبعا لازم تكون مجهز او لازم تدرس عن امريكا, تشوف المعالم اللي موجوده فيها او الاماكن الحلوه اللي ممكن تزورها. لو انت رايح كاليفورنيا مثلا هتقول له او هتقول لها لو هي واحده ست, انا رايح ادرس, سوري انا ممكن ازور ديزني لاند, جراند كانيون في اريزونا, عايز ازور شلالات نياجرا في نيويورك مثلا او مش عارف على حدود كندا, عايز اروح سان فرانسيسكو, عايز اروح هوليوود, يعني المعالم اللي انتوا عارفينها اللي موجوده في امريكا ممكن تجهزها وتبقى عارف بالظبط ايه الحاجات اللي جذابه بالنسبه لك وعايز تزورها. السؤال اللي بعده, if you have the chance to work in USA you will be able to make much more money don't you think? لو انت جات لك فرصة انك تشتغل في امريكا وتعمل فلوس كتيرة هل ممكن تشتغل هناك؟ طبعا سؤال غريب قوي وما تقدرش تخمن هو بيسأل السؤال ده ليه, يعني ما تقدرش تخمن هو بيسأله السؤال ده ليه. لكن عموما عشان تبقى صادق اي حد يتمنى يشتغل في امريكا, لكن لو انت طبعا انت بتدرس عشان ترجع علشان لهدف انت, وده ممكن يتعارض مع الهدف اللي انت قلته في الاول. يعني انت هتقول له مثلا ايه, انا عايز افتح شركة, وبعد كده قال لك لو انت هتشتغل في امريكا وتعمل فلوس كتيرة هفكر او مش ممكن تفكر في كده, فانت قول له اه ممكن افكر. يقارن ده بالاجابة بتاعتك الاولانية ان انا عايز افتح شركة, فيحس ان انت متناقض في كلامك. فخلي كلامك متزن او متناسق يعني متسق مع بعضي. فهو هيسألك السؤال ده فانت ممكن تقول له حسب انت جاوبت ايه في الاول, ممكن تقول له مثلا انا ما اقدرش ابعد عن اهلي او ما اقدرش اعيش وحدي في امريكا, ما عنديش ما اعرفش ناس كتير هناك, بس ممكن افكر لو حسب الوضع بقى في الوقت ده. يعني ممكن افكر لو في شركة كبيرة من الشركات اللي انا بحلم اي حد بيحلم يشتغل فيها ممكن افكر. فطبعا انت لو قلت لا نو فيعني مش منطقي يعني حسب طبعا الموقف يعني. فانت ممكن تقول له depending on the situation, حسب الموقف. I can't decide from here but after I study see how life is going on right there if I can stay. Or ممكن تقول يعني I have a family here I can't stay in the United States, I need to open or start my own company, عايز ابدا شركتي هنا في امريكا في بلدك يعني. Which places would you like to visit in the United States? نفس السؤال اللي انا سألته بيقول لك لو انت عندك فرصة انك تزور امريكا تشوف معالم هتزور ايه؟